السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خواتي، مرحبا بكم في قناة نائلة. اليوم غادي نوجدوا واحد بغرير كيتوجد في الوقت، يعني ما كيحتاجش تخمر. على بركة الله ندوزوا المقادير. عندنا واحد الزلافة ديال السميدة ديال الحرشة، وعندنا نصف ديال دقيق ابيض، وعندنا واحد الخمارة ديال 16 غرام، وعندنا هنايا معلقه ديال خميره كيماويه حبوب ديال الخبز، وعندنا معلقه صغيره ديال الملح، وعندنا معلقه ديال الخل. على بركه الله. بسم الله. غادي ناخذ السميد، غادي نفرغه، ناخذ الدقيق كذلك، نبداو بالنواشف هما الاولين. غادي نديرو هاد المعلقة ديال الخميرة حبوب، الملح معلقة الملح، أو غنديرو خميرة كيماوية. غادي نديرو ما قلتلكمش الماء، الماء كيجيو جوج زلافات من داك القياس اللي ورثت، جوج زلافات ديال الماء، جوج زلافات الماء دافي. نزيدو واحدة أخرى ديال الماء، نزيدو ديك المعلقة ديال الخل، غادي نحركو هاد نطحنوا بهذا الباتور هذا، وممكن ديروا في طحانة كهربائية ديال العصير. صافي يا خواتي، فاش كنضربوا هذا الخليط هذا حتى كيكونوا عندنا الفقاعات، صافي وديك الساعة صافي كيمكن لنا نطيبوه في ديك الساعة. بنات انا خويت واحدة، خويت واحدة هانتوما كتشوفوها هي كتقب، هي تقبت بحال الشهدا، كتجي غزالة. هانتوما كتشوفوها كتجي متقبة تماما كاملة. درجة واحدة أخرى، بنات ها البغرير ديالنا كيفاش كيجي، كيجي متقب كامل بحال الشهد غزال. نتمنى أنكم تجربوه ويعجبكم، وما تنساوش ديروا لي سبسكرايب و مهم مشاركة ولايك. هانتوما كتشوفوا بغرير كيجي تبارك الله تقوب، و تيجي بحال الشهدا، كيجي مزيان. جربوه وردوا عليا في التعليقات. نخليكم في امان الله وحفظه. مع السلامة.